رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين في فقرة خاصة جدا عن شعر المرأة، وبيشرفنا النهاردة يكون معانا الشاعرة المصرية الجميلة الأستاذة سلوى نصر الدين. أهلا بحضرتك يا فندم، منورانا. أهلا بحضرتك وأهلا بقناة مصر الزراعية وبأهل مصر كلهم وبالمعدين وبالمخرجين. حضرتك منورانا في الاستوديو يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. خلينا برضو نقول يعني ان حضرتك اشتركتي في مجموعه من الدواوين، منها انتفاضه حرف، وقدمتي فيها مجموعه من القصائد الوطنيه والاجتماعيه، بالاضافه كمان الى ان حضرتك شاركتي في ديوان شهيق الحروف، وانا بصراحه معجب جدا بالاسم يعني، وباذن الله حضرتك في صدد يعني اصدار ديوانك الخاص ساعترف، وبرضو الاسم ما شاء الله ملفت جدا وجذاب. خلينا يعني نعرف السادة المشاهدين بحضرتك أكتر بقصيدة، ولو يعني في قصيدة كده يعني تمس العالم الزراعي والفلاح المصري نكون سعداء جدا. شرف ليا حضرتك. أنا بمناسبة بقى القناة الزراعية، أنا عندي الفلاحة وبرارية. الله. هي بتخص المرأة الفلاحة من ناحية، ومن الناحية التانية بتخصني كشاعرة، لان هي كان ناقد بينتقدني ان انا يعني ان ما اعرفش ان انا انافس الرجال في الشعر وكده. لا، مين قال يا فندم؟ المراه المصريه اثبتت جداره في كل المجالات، والوزن والقافيه والكلام ده. فحضرتك انا رديت عليه بقى بالشعر عشان جميل. يعني جميل، خلينا نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا الاسم فلاحه وبراريه. بدايتها كده بقول له: مش عايزه وزن ولا قافيه، انا ماشيه تاتا وبالعافيه، بحط رجلي مع الشعرة يقولوا لي بره بلا أفية، حرة في شعري وأوزاني، بلف وارجع لمكاني، لا سجال يا عيني يوقفني ولا قافية تعجز في لساني، سيبوني أعيشها بحرية، فلاحة أيوة وبرارية، فاكر إنك أنت بتشتمني تاج على راسي يا عينيا، فلاحة يعني أصول وجذور، وأرض خضرة وشمس ونور، والدنيا ساقية وفيها ندور، وكله جاي عليه الدور، فلاحة أصل وعيلة كمان، وجذور عيلتنا في كل مكان، وبيت جميل حواليه بستان، وورد يملى الجو عطور، فلاحة يعني أمان للروح، أنام وباب الدار مفتوح، ونسمة حلوة ترد الروح، كل البلد أهل وخلان، وكل دار لك فيها مكان، أيوة أنا فلاح. الله 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 عليك، والله في منتهى الروعة. ربنا أنا أعتقد أن حتى الرجال إذا حاولوا ينافسوك في ده مش هيعرفوا. يعني حضرتك فعلا رسمت صورة جميلة جدا للمرأة المصرية والمرأة الريفية اللي هي التاج على رؤوسنا جميعا. أكيد أكيد أكيد. ومين مش أصل فلاح؟ كلنا أن أصل أصلنا للجذور الفلاحي، يعني ده شرف لنا وتاج لنا كلنا. أكيد طبعا. أكيد أكيد. هو لولا الفلاح حد يضعف ياكل؟ لا يعني طبعا. مين ياكلنا طيب غير الفلاح؟ ده خيره على مصر كلها، خيره على الدنيا كلها اكيد الفلاح المصري. يعني خلينا نستكمل مع حضرتك النهارده موضوع ديوان انتفاضه حرف، وكلمينا عن ظروف اشتراك حضرتك في هذا الديوان. هو حضرتك كان طبعا صفحتي على الفيس اتعرفت على مجموعه شعراء ما شاء الله عليهم كويسين كلهم يعني، فعرضوا عليا فكره الانضمام للديوان. انا اصلا فلاحه من الريف المصري، من الحمول، من كفر الشيخ، يعني بعيده خالص عن المدينه وعن جو المدينه. فتعرفت عليهم من خلال الفيس، صفحه على الفيس، وانضممت معاهم يعني بكذا قصيده ليا. جميل. فدي كانت اول تجربه ليا اللي هي شهيق الحروف، وبعدها كانت ثاني مره انتفاضه حرف، وان شاء الله اللي هو لوحدي بقى الديوان، بقى اول ديوان ساعترف. ساعترف. طب يعني قبل ما نسمع يعني جزء من القصائد اللي موجوده في الدواوين اللي مع حضرتك النهارده، انتفاضه حرف وشهيق الحروف، خليني بس اخد كده اسالك الاول واقول لك ساعترف، يعني الاسم ده جالك منين، او الوحي ده جاي من ايه بالظبط؟ هو الوحي جاي من القصيده نفسها، يعني قصيده من ضمن الديوان اللي هي بتتكلم عن ساعترف يعني. بس هو ان شاء الله اقول لكم بقى حاجه عن مصر برضو. جميل 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 جميل، اتفضلي يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول: عشنا فيكي، عشنا ليكي، وعشنا بيكي، وعشنا فيكي سنين طوال، هواكي وارضك وسماكي جمال فوق الجمال بجمال، لو وصفت يقولوا عني اني بحلم او خيال، واللي زارك هو عارف ان وصفك شيء محال، انت جنة وعشنا فيها وربنا في كتابه قال اسمك يا مصر، مهما تقسي اوعي تنسي ان حبك في الوريد، قبلي بحري شرقي غربي الصعيد او بورسعيد، شاب مسلم او مسيحي
اتفقنا في حاجة واحدة، إن حبك شيء أكيد، حب ساكن في الوريد، حبك يا مصر. عشنا بيكي وعشنا ليكي، ونفسنا نكحل عينيكي، نبني مجدك، نروي أرضك، يا عروسة النيل يا مصر. الله الله الله، دي حاجة جميل. من الحاجات طب تانية. خلينا برضو نسمع حاجة تانية من نفس الديوان يا فندم. إن شاء الله. في برضو بالنسبة للمرأة وكده، فكنت كاتبة ايوه حاجة عن المرأة المكورة، لكن هي حقيقة الأمر إن كنت كاتباها عن المرأة المكورة السورية، يعني لما السوريات أيام الهجرة كلهم متجوزة عشان ظروفهم وكده، أكرمها الكريم وأهانها اللئيم. فأنا أكيد كانت دي للمهانة، يعني الأخت السورية اللي كانت مكهورة يعني تفضل يا إحساسا فندم. بيها. اسمها يا منقذي. يا منقذي من هم أغرقتني في الهموم، ظننت فيك النجاة، خيبت كل الظنون، يا ليت لي من منقذ من سيفك المسنون. تسألني رد الجميل، انظر لدمع العيون، وأين منك الجميل، أخذتني بالقليل، ولولا ظلم الطغاة لكنت زوجة أمير. ارحم عزيزا ذل، أوقعه حظ عسير، بين يديك ليحيا، يا ليت لي من نذير، أنذرني أن الحياة في كنفك موت خطير. الله عليكي، الله الله يخليك. الله شكرا الله. لحضرتك. يعني انتوا لو تمعنتوا في القصيدة هنعرف النهاردة قد ايه احيانا بنظن ان الخير في مكان وبنمشي في هذا الاتجاه كتير. وبنلاقي ان اخرته يعني اهانة ومذلة. كام واحد في هذا الوطن العربي يعني اعتقد بالخطأ إن الفوضى والدمار والترهيب والإرهاب هو السبيل النجاة النهارده، وكم واحد ظلم الإسلام وظلم أخلاق الإسلام وقاعد يتشدق بس بكلام يعني هو مش قده، في الآخر نتيجة الدمار والمذلة. النهارده شاعرتنا الجميلة الأستاذة سلوى نصر الدين بتقول ظننت يعني فيك النجاة وكنت خيبت كل الظنون. وخيبت كل الظنون. دي حقيقة، دي حقيقة. يا ريت بقى نعي الدرس، نعي الدرس عشان نعرف كمان يعني نبص لقدام. يعني خليني برضو أتكلم في موضوع مهم جدا. على قد ما أنا شايف حضرتك ما شاء الله شاعرة وشعرك جميل جدا وقد ايه حضرتك متفتحه جدا وذكيه وملمه بقضايا يعني المراه وملمه بالكثير جدا من المشاعر اللي حضرتك بتتكلمي عنها النهارده، يعني حضرتك كلميني عن ما واجهتي الاول من 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 سوء الظن. يعني حضرتك يعني منتقبه ويمكن ده بيسبب لك بعض مشكلات مع الناس، أكيد كل الناس واخده فكره أكيد. غلط عن أنا النقاب. أي حد منتقبة اي مثلا حد منتقب منتمية واي حد لجماعة منتقب أو بالظبط. إرهابية أو حاجة، لا طبعا إحنا بنتبع ديننا كلنا، واللبس حرية شخصية، أكيد فيه اللبس كده وفيه اللبس كده، فكلنا بنحترم يعني الحق الشخصي لكل إنسان. أما الانتماءات التانية دي فدي حاجة مختلفة خالص يعني. أنا شخصيا ما بنتميش لأي جماعة. أنا سعيد جدا دين بلقاء الإسلام حضرتك. والنبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكنت عاملة مشروع مع أخت مسيحية، وبنختلط. حضرتك ذكرت المسيحيين كمان في قصيدتك. تمام، لأن احنا عايشين معاهم في الحياة، بنتعايش معاهم، اخواتنا وكل حاجة. أنا مش بشكرك جدا كل حاجة. وبحييكي، أنا بجد ربنا يبارك فخور بيكي حضرتك، جدا، ربنا يبارك مثل حضرتك، مشرف للمرأة ربنا المصرية يبارك الواعية. حضرتك. بشكرك جدا أستاذتنا الشاعرة سلوى نصر الدين على هذا اللقاء الممتع. شكرا لحضرتك أعزائنا يا فندم. المشاهدين، يعني استمتعنا وشفنا وفهمنا بين السطور قد إيه وعي المرأة المصرية والفلاحة المصرية. بلاش نكون عنصريين ونحكم على الناس بالشكل، رجاء يعني مش كل منتقبة إرهابية ومش كل ملتحي شرير، لكن في ناس كتير جدا محترمة وفي ناس جدا زي بالظبط كده، زي ما في ناس كتير قوي ببدل ومحترمين كده وهم أساسا في منتهى الفساد. الإنسان هو الإنسان، والملبس والدين والمعتقدات هي حرية شخصية، فلنحترم بعض عشان نقدر نعيش مع بعض كأخوة. يعني أعزائنا المشاهدين، بعد هذه الفقرة الممتعة هناخد فاصل ونطلع للفاصل ونرجع لكم مرة تانية. تابعونا.